دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها الجزء الاول الدرس الثامن هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب بيت التاجر امام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسه لمن هذه السياره ولمن تلك هذه السياره للطبيب وتلك للتاجر هذه السياره من اليابان وتلك من امريكا تمارين اجب عن الاسئله الاتيه من هذا الرجل ومن ذلك الرجل ما اسم التاجر ما اسم الطبيب من اين سياره الطبيب من اين سياره التاجر اين بيت التاجر اين بيت الطبيب اقرا واكتب هذا الولد خالد وذلك الولد محمد هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم هذه السياره لعلي وتلك لخالد هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق لمن هذه الساعه هي لعباس اهذا البيت للطبيب لا هو للمدرس اهذه الدراجه لابن المؤذن نعم من هذا الولد هو طالب من الصين اذلك البيت جديد لا هو قديم جدا هذه السياره من اليابان وتلك من امريكا هذا السكين من المانيا وتلك الملعقه من انجلترا اقرا المثال الاتي ثم حول الجمل الآتية مثله مثال هذا كتاب هذا الكتاب لمحمد هذا طبيب من الهندي هذه سيارة للمدير ذلك ولد ابن المدرس تلك ساعه من سويسرا هذا بيت للمهندس هذا قلم لعباس ذلك رجل مؤذن هذه بيضه كبيره هذا منديل وسخ هذه حقيبه للمدرس اقرا المثال الاتي ثم كون اسئله واجوبه مثله مثال لمن هذا الكتاب هذا الكتاب لمحمد محمد عباس علي المدير الفلاح المدرس عمار بنت الفلاح ابن المدير الطبيب طالب تامل الامثله الاتيه البيت في البيت من البيت الى البيت المستشفى في المستشفى من المستشفى الى المستشفى امريكا في امريكا من امريكا الى امريكا المانيا في المانيا من المانيا الى المانيا اقرا واكتب هذا الطبيب من انجلترا ذهب حامد الى فرنسا محمود مريض، هو الآن في المستشفى. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنجلترا. هذا الكتاب لعيسى، وذلك الكتاب لموسى. هذا المهندس من أمريكا. إقرأ. السبوره امام الطالب وهي خلف المدرس اين سياره المدرس هي امام المدرسه اين بيت الامام بيت الامام خلف المسجد اين جلس حامد جلس خلف محمود ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب الكلمات الجديده المستشفى المانيا انجلترا سويسرا السكين فرنسا امام خلف